نتأمل بأن يكون الاصطفاف من أجل الوطن ومن أجل الكويت ومن أجل الشعب الكويتي. بس الآن الشارع الكويتي والشعب الكويتي هو الذي يعني تكون كلمته الأعلى، وهو الذي يعني يوجه الشارع، يوجه النواب، يوجه الرأي العام. الشارع الشعب الكويتي شعب واعي، ولذلك لا تنطلي عليه أي أطروحات تخالف إرادته وتخالف توجه الشعب الكويتي والشارع الكويتي. ممكن توجه دعوة؟ والله أنا ما أوجه دعوة لأشخاص معين، أنا أوجه دعوة لكل إنسان مخلص يريد الإصلاح في البلد أن يلتحم ويصطف مع الثابتين، مع الإصلاحيين، مع المخلصين لهذا الكويت، ويبتعد مع من نبذهم الشارع الكويتي والشعب الكويتي. بس هذه دعوة للجميع، لكل إنسان مخلص. دعوته الاستقرار؟ أنا ما أدري هل التصريح هذا يعني هل هو صدر، هو طبعا حشد نزل بيان بأنه لم يقم بهذا، لكن تبقى إرادة الشعب هي الأعلى والأقوى بعد إرادة الله تبارك وتعالى.